Bonjour Habibati, j'espère que tout le monde va bien. Inch'Allah, العيد هذا يكون خير علينا ويترفع علينا هذا الوباء ونولو خير من اللي كنا إن شاء الله. ألوغ اليوم جبت لكم كما راكم تشوفوا هذا الكحك ساهل غابيد وخفيف وبنين. واش لازمنا في هذا الكحك تاعنا؟ تبغوا ديروا في البيتخان، تبغوا ديروا بيديكم نورمال اللي تساعدكم، باسكو هو ما يتعجنش فريمون، زعما غير تلموه. الوغ نروحو نوجدو واش لازم. درت هاد الكاس تاع الحليب فيه 220 ملل باردون، درت نص كاس سكر، درت مغرف تاع لوفور بولونجير تاع الخبز، نخلطهم انصامبل. هي لا فري ريسيت تجي فيها ان ياغورت اروماتيزي سيترون ولا نيمبور فاني نيمبورت كيل جو، مي انا جي با اليوم الياغورت، درت في بلاصته هاد الفرماج ناتشور. من الاحسن ديرو ياغورت اروماتيزي يجي بلو بون، جاني بزاف بنين مي يجي بلو بون بالياغورت جو سوي سور. نديرو سكر فاني ان ساشي، نديرو ان زيست دو سيترون ليكيفالون تاع اون كويير. مادام تزيدو لو زيست دو سيترون ما يخسرش، او كونترير يعطي ان غو شباب. مام ديرو مغرف كبيره تاع زيست دو سيترون ويجي بنين، مبشور الليمون. فوالا نقشرو كاع لا بو تاع الحبه تاع السيترون تاعنا، نديرو نص كاس زيت، نخلطوهم انصامبل، نبدو نزيدو في لا فارين. لا فارين درت 3 كيسان دفعه واحده انصامبل كاع في رحبه، والكاس غير هو يرفد كيما قلت لكم 220 ملل. الكاس اللي عبرت به مع الاول نعبر به كل شيء، سهله بزاف ما تشدش الوقت، اون بليس تجي بنينه حتى الماكاش. درت 3 كيسان تاع فارينه مع ان ساشي دو لوفور بولونجير لوفور شيميك باردون، درت 3 كيسان ونص في رحبة، والنص خليت نشوف الى لازم ولا نص كاس، قلت حتى نشوف. درت شوية ملح، زدت نص كاس باسكو تتلصق بزاف. فوالا هذه هي لا تيكستور اللي يسحقها. نديرو شويه زيت في يدينا ونقلعوها. درك واش نديرو؟ درك نخلوها تخمر، سا ديبون الحمان اللي عندكم، السخانه اللي عندكم في لا كويزين على حساب السخانه اللي عندكم. فوالا انا قعدت لي نقولو واحد 35 à 40 minutes هكا، وتقدر حتى بلوس قلت لكم على حساب السخانه. فوالا ابخي اللي طلعت لي شوفوا. درك واش ندير؟ نحيها من لو بول ونديرها في ونحطها في البلان دو ترافاي. افون ما نحطوها في البلان دو ترافاي نسيو نديرو له الزيت افون باش ما تلصقناش كيما شفتو. فوالا درك واش نديرو؟ نحلوها، نديروها على شكل مستطيل بارتفاع، نقولو
je ne sais pas, 1 à 2 cm. تبغوا تحلوها بالحلال، تبغوا تحلوها بيديكم، ما يهمش، المهم تحلوها. فوالا، ابخي اللي نحلوها على هذا الشكل نزيدو نخلوها تريح، قولوا واحد 10 à 1/4 باش كي نقطعوها كي نطبعوها ما تخسرناش لا فورم، ما تبدلش لا فورم. فوالا، فوالا نغطوها ونخلوها تريح. وهنايا ابخي اللي ريحت لنا، شوفوا كيفاش عاودت ضعفت شويه. درك باي حاجه عندكم، الا عندكم لو سيركل سبيسيال ديروا به، ما عندكمش ديروا بكاس جو سي با، باي حاجه، ان بول ولا اللي بغيتو والحجم اللي بغيتوه نتوما. انا راني نقطع بهادو، شوفوا كيفاش. Voilà. والوسط اوسي الى عندكم غير بوشون تاع قرعه، ولا الى عندكم جو سي با اللي نديرو بهم دي سالي، يجو حديد يجو بلاستيك، تاني تقدروا ديروا بهم اي حاجه، المهم ديروا هاد لو تخو في الوسط. وهذه اللي بقات لي ابخي اللي قلحت هذوك الدوائر، العجينه اللي بقات جامي تخدموا بها تو سويت، عاودوا خلوها حتى تضاعف. فوالا، عاودوا خلوها حتى اللي تضاعف باش تعاودوا تخدموا بها. وهنايا باش نطليه من الفوق درت له الحليب ودرت ان جون دوف، لي يبغي يزيد لافاني ليكيد ولا كراميل ولا مغير فاخر اللي يزيد باش تقلعوا لوكو تاع البيض. انا ما زدتش لا فيريتي، انا ما زدتش وما جانيش لوكو تاع البيض باسكو اي ني با فور، باسكو دي فوا مي دي فوا طيحوا في بيضات فريمون فيهم ريحه فورت. فوالا درت له كاع لو جون دوف من الفوق صفار البيض، ودرك ندير له جلجلان. ولكم الاختيار، تبغوا ديروا كو لو سوكر، تبغوا ديروا جلجلان، تبغوا كيما تبغوا. هو من البكري من زمان يديروا الجلجلان ولا السكر، هادو هما زوج اللي يديروهم. مي درك راهم يفنوا، راهم يديروا شحال من حاجه. هنا درت كل السكر في سنيوة الزوجة. فوالا درت هي طيب à 180 degrés pardon à 200 degrés، وشعلت عليه من الفوق ومن التحت نورمال، ودرته في الوسط. وهنايا هذا اللي بقى لي العجينه هذيك الابخي اللي خمرت لي، راني نحل فيها. وشوفوا بدلت لا فورم باش ما نعاودش نخلي عجينه واحده اخرى تخمر، باسكو جو سوي بريسي راح نخرج. الوغ جيتي اوبليجي نكملها بهاد لا فاصون وتجي لا ميم شوز. اي فوالا، نديرو هكا دي بودون ونشكلوهم مدورين. فوالا، نديرو حربوش كيما راكم تشوفوا هكا، نديروه طول
قسمتها باش ما يجيش كبير، ولكم الاختيار في الحجم، تبغوا ديروه كبير ديروه كبير. فوالا، ونشكلوا كاع العجينة اللي عندنا. اي فوالا، ابخي اللي شكلتها كاع درتها في السنيوه اللي كنت ديجا درت فيها البابي كويسون كيما قلت لكم، وني نشكل فيها على الطريقه القديمه، نديروها كيما راكم تشوفوا ونخدموها بالمقص، المقص ولا الخدمي ولا ما يهمش. اي فوالا، هادو زوج سنيوات الوالا خرجتهم، شوفوا كيفاش يجي، يجي ما شاء الله، يجي بزاف بزاف خفيف. لي بيسور نتوما ما بغيتو، انا درته رقيق، نتوما تبغوا ديروه غليظ، انا نبغيه في هاد لي بيسور، وانتوما لكم الاختيار كيفاش تبغوه. يجي تري تري بون، والله العظيم صدقوني يجي بزاف بنين. فوالا هنا ابخي لي خرجت السنيوه الثالثه، شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله، تجي ولا اروع، تجي بنينه بزاف 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 بزاف، حتى الصغار والله العظيم صدقوني حتى الصغار يبغوها بزاف. ولدي انا والله المونش با، ما يبغيش ياكل، نعيا نطيب له نعيا نوع له ما ياكلش، الماكلته قليله، مي هذا الى مونجي ما شاء الله تالمون اي لي بون، سيتادير يبغوه صغار وكبار. اون بليس دو سا راه جاي العيد ان شاء الله يدخل علينا بالصحه ولهنا، الواحد ماشي عيد صغير نكثروا الحلويات ايتو حاجه باينه، مي هادو الصوالح تاع بكري الواحد توجور يشد فيهم ما نسمحوش فيهم، نطيبوهم باسكو بنان ويقعدوا توجور من التراث تاعنا. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، الى عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم وديروا ابوني، والى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. باي باي حبيباتي.